السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اخوكم الادريسي عبد العلي فور جيستيون اكاديمي. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا واللي استفدتوا منه ان شاء الله حاولوا تبارطاجوه باش الاصدقاء ديالكم حتى يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ترحب بكم الاخوات مع فيديو جديد ان شاء الله من فيديوهات فور جيستيون اكاديمي. اليوم ان شاء الله غنشوفوا فاكتور افوار غابي. هذه الفاكتور افوار تابليكا فيها غابي تلقاو فيها الطلبه مشكل حاول نشرحها بوحده ان شاء الله. نتمنى من الله انكم تستافدوا معنا ندعو على بركه الله. كما غنشوفوا عندنا اكزومبل لو 5/6/2014 montant de marchandises 9000 dirhams, TVA 20%, remise 5%, escompte 4%, réglé par chèque, facture numéro 15. Le 9/6/2014, avoir sur retour de marchandises numéro 03, c'est-à-dire numéro de facture de retour de marchandises, montant brut 1000 dirhams, le fournisseur accordé un rabais de 5% pour 100 clients. C'est-à-dire là, tu as une vente, il y a une facture à voir, facture de droit, il nous l'a. Le 5/6, tu as déjà la facture droit, il y a un absent déjà, un an, même perte. Le 9/6, j'ai un retour de marchandises, c'est-à-dire, j'ai cela. Tu as un retour cela, tu as un retour de cela, un an, il est non conforme. Il y a un retour de la marchandise, c'est-à-dire, tu as un retour de le fournisseur bien le client. قال فورسو سيت كليون واحد المارشانديز اللي فيها واحد سيتان كريتير يعني واحد المعايير صيفطناها ليه سواء كانت خاسره او ماشي بنت المعايير الى غيردها لينا. اذا هنا فورسو كليون ولا رد السلعه للفورسو انت رد السلعه تبدا واحد لافاكتور تسمى فاكتور افوار. اذا فاكتور افوار الحاله ديالها هي اون كاد روتور المارشانديز ولا ابليكاسيون دان ريدكسيون سواء كوميرسيال ولا ريدكسيون فينونسيال. هنا غنشوف الحاله تبدا فيهم بجوج روتور دو مارشانديز ابليكاسيون دو ريدكسيون كوميرسيال اللي هي الغابي. الغابي انت تدار بنا الا كان ديفو دو كاليتي مي بعدا رجعت السلعه اذا كاين واحد ديفو دو كاليتي شحال السلعه رجعت 1000 درهم بروت. اذا اول حاجه خصنا نصاوب لا فاكتور افوار ديال لا فاكتور دوا. لا فاكتور افوار تاخذ ميم زيليمون دو فاكتور دوا هاد لا فاكتور افوار ديال هاد لا فاكتور دوا. اذا نفس لي زيليمون كاينين هادو كاينين عندنا هنا مونطون بروت روميز ديسكونت كارت كوميرسيال ديفيرونسي دي فيا هادو كامل تاخذو فاكتور افوار بلوس المونطون تاع دو بي هنا مونطون ديال فاكتور دوا 9000 هنا عفوا المونطون الاول اللي هو 1000 نبداو على بركة الله ونصاوبو الفاكتور افوار. Avoir numéro 03. Élément montant. Élément et montant. Montant brut. Je ne sais pas si les éléments qui viennent. Montant brut, je me là. Remise 5% net. Commercial. Escompte 4% net financier, TVA 20%, au fil de la machine, du coup j'ai dit net à payer TTC, soit tu me sens à déduire TTC ou la net à déduire TTC, toujours ça. Net à déduire TTC. On juste le montant de retour, les voit 1000, ton a 1000. Appliquez les éléments qu'il y a. Il y a 1000 dirhams, 5% de remise, il y a 50. 1000 moins 50 égale 950. 950 fois 4 de l'escompte, fois 4 sur 100, égale 38. Net financier égale net commercial, moins. Montant de l'escompte, c'est-à-dire 950 moins 38 égale 912. 912 c'est net financier, je calcule le montant du TVA, 912 fois 20 sur 100 égale
182,4. Et n'est pas déduire, c'est le total de net financé plus montant de TVA, c'est 1094,4. Mais il y a dit la facture à voir. Mais le père, c'est la facture quoi? Des tarifs à voir, mais j'ai préféré le rabais. Rabais au TVA, l'idem là. Mais il y a le rabais de 5%. Il y a donné que le fournisseur nous casse le client 5%. Mais il y a un casse-aller. Wesh, mais la facture doit. أولا قصالي من الفاكتور أفوار واش من المونطو دي السلعة اللي باع ليه في الأول أو من المونطو دي السلعة اللي رجع هي لوجيكمون من قصالي من المونطو دي السلعة غيست السلعة اللي بقات مارشانديز غيست يعني مارشانديز اللي تباعت ناقص المارشانديز اللي رجعت مارشانديز غيست شحال من مارشانديز بقات عندو باش نعرفو حنا عندنا قاعدة كلية باش نكالكولي الغابي الغابي إيكال égal net commercial ou un accès de facture déjà net commercial de net commercial mais quand j'ai le commercial on a le montant brut ou là le montant hors taxe dire le chef dire facture droit j'en ai le nagas moins nous c'est net commercial أو المونطون برو أو المونطون أوك تاكس ديال فاكتور أفوار هذا الخارج اللي يعطيني يعني المونطون غيست المونطون مارشانديز غيست فوا لو طو دو رابي آخر شيء صدر هنا في القاعدة شنو غناخدو؟ حنا عندنا النت كوميرسيال، إذا خدنا بالنت كوميرسيال، أصبح قديم عندنا النت كوميرسيال، ما كاينش النت كوميرسيال، غنتوازع على المونطون بوج، ما كاينش المونطون بوج النت كوميرسيال، غنتوازع على المونطون أوك تاكس، فهاد الحالة هنا عندنا النت كوميرسيال اللي هو 8550، إذا كنمشي النت كوميرسيال، فاكتور دوا، موان النت كوميرسيال، فاكتور أفوار. يعني نوت كوميرسيال فاكتور دوا 8550 ناقص نوت كوميرسيال فاكتور افوار سي 950 ايغال شحال غتعطي 7600 من بعد غندير 7600 غادي يقول المونطون ديال المارشانديز غيست هادشي اللي بقات السلعة عند الكليون إذا أنت غنعطيك عليه الغابي 7600 فوا لو دو غابي سي 5% إيكال 380 إذا المونطون دو غابي 380 إذا دابا عاد خدا ندير الفاكتور ديال الغابي الفاكتور دو غابي شنو غيكون فيها إليمون montant pour être gravé 5% les rois 380 ou est-ce qu'on te vient maintenant les marques de te vient tu sais là j'ai 380 il y a 76 pour un site tu vois quoi tu vois ce que tu veux montant net à déduire net à déduire. TTC, il y a au total, il y a 456. On va checker la date, c'est grave. Et le grave, il dit, mais je t'appelle car le marchandise reste. Le marchandise reste, c'est dans l'immeuble net commercial, le montant brut, le montant hors taxe, et la salle du montant, il y a des factures à voir, facture droit. Et la salle, parce qu'il y a des factures droit net commercial, enfin, le net commercial, puis une facture droit مونطون بويت ياخذ المونطون بويت هنا الاسبقيه ديما هنا عندنا النت كوميرسيال عندنا المونطون بويت اذا كان خدينا النت كوميرسيال الاسبقيه اللي كون كاش عندنا النت كوميرسيال غناخذ المونطون بويت ولا ما كنجبوش غيكون المونطون اوك تاكس لا فاكتور طبعا غيكون فوق هادو يقدروا يكون واحد فيهم ولا دخل سكون او جوج اذا دابا تتفاضل ناخذ النت كوميرسيال
ناقص لو كوميرسيال ديال افوار او مونطون بروت ديال دوا ناقص مونطون بروت ديال افوار او مونطون طاكس ديال دوا ناقص مونطون او طاكس ديال افوار هذا لو ريست تيخرج ليا ديك المونطون تيخرج ليا تندير عمليه ناقص يتسمى مارشانديز ريست اللي بقات عند الكليون هذاك المونطون تناخذو تحسب عليه 5% وديك 5% تحسب عليها الديفيا كما شفتونا في الفاكتور اذن هادشي اللي ولا غادي يرجع هذا بلوس هذا الشيء غادي ينقص الكليون غنشوفو هادشي في الجورنال ان شاء الله من بعد الفاصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم مجددا ان شاء الله دابا غنشوفو الجورنال شي الكليون شي الفورنيسور كما تشوفوا معايا هنا لي فاكتور ثلاثه هما كاينين فاكتور دوا فاكتور افوار اون كادو دو مارشانديز اي لوتر فاكتور ديال الرابي غنشوفو دابا كيفاش غندولهم لو كاد ديال لاش يعني شي الكليون شي الكليون شنو غيدير في هذه الحاله هذه الجورنال مزيان اول حاجه غندوزو لا فاكتور دو اللي هي لاش غتكون اش دو مارشانديز تي في ا ريكوبيرابل سور شارج كريدي ريكون اسكونت اوبتوني غتكون بونك لاش دو مارشانديز تاخد نت كوميرسيال 8550 TVA, montant TVA 1641,6 l'escompte, montant de l'escompte 342 et bon, montant TTC 9849,6 Les numéros de compte 61 11 34 55 2, l'escompte 73 86, la banque 51 41. Mais bien, avec facture H, facture doit. Par exemple, on dit non, on dit le billet facture numéro 15. Flatter telle facture à voir, les 9 6. طبعا الفاكتور الاولانيه لو 5 6 من نفس الشيء ديال الفاكتور افوار فاكتور افوار ممكن تخرجوا في المارشانديز تنديروا لانفيرس دو كريتور تنعكسوا لي كريتور اوبيراسيون تنعكسها هادشي اللي كان في الديبي تيولي في الكريدي واللي كان في الكريدي تيولي في الديبي الا تما كونتر باساسيون دو كريتور تتعكسها لا كونتر باساسيون دو كريتور هي فاش تنعكس لي كريتور باش نصوديها اذا غنجيب ليسكونت Escompte obtenu, banque, au crédit indien achat, marchandise, TVA récupérable sur charge. Reste. L'escompte est le montant de l'escompte de facture à voir. Et dernier, madame, maintenant, le de facture à voir. Et dernier, le montant de facture à voir. L'escompte est le montant de 38. Pour le banque, le montant TTC est 1094,4. Pour l'achat de marchandises, le commerce commercial est 950. Pour le TVA, le montant TV est 182,4. مازال الفيديو ما كملش استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وغتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تخرج معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين بار انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك السلام عليكم
كذا كليكون اسكو اوبدوني 73 86 بون 51 41 اجت ماركشوندي 71 11 اي تي في 34 55 2. هادي هنا المرحله ديال كيفاش ندوز غابي. هنا شي كليون يدير ندوز غابي ريسو كاين واحد الكونت فيه 3 زيرو رميز غابي ريسو اوبتوني. هنا اوبتوني خديناهم ربحناهم لانسون ديال الكونت ديال تي في ا تي في ا ريكوبير سور شارج ديال القديمه في كريدي باش تاني لا كونتر باساسيون. اذا غتكون هنا 3 زيرو اوبتوني. هنا غيجي لو كونت فورنيسور باغ اكزومبل تمثالو الفورنيسور. هنا غيجي 3 زيرو اوبتوني تخدمهم تي في ا ريكوبيرابل سور شارج باش تسولدا تي في ا 3 زيرو اوبتوني. Fournisseur 44 11 3 heures obtenues. هنا يقدر يجي حتى فورنيسور بالنسبه للبنك الا كنا ما تخلصناش سون اليغوير يعني فورنيسور خصو ينقصو من هنا يقدر يجي هنا فورنيسور الا كنا تخلصنا فيهم فلوس ديال الجور كنجور بار بنك. هنا 3 heures obtenues اللي هما كلاس اوبتوني لوجيكمون اوبتوني في كلاس 7 اللي كنا نلقاو في كلاس 6 61 61 19 pour TVA 34 55 2. Fournisseur et réglementant TTC et OA 456 au rabais réglementant bien le rabais les OA 380 pour TVA montant TVA il y a 77 76. Bah t'as pas tout 12 61 19. وحنا في بلان كونطابل اي كونط اخر الرقم ديالو الاخراني ديال الكونط 9 تيدخل في السي بي سي بالموان. اذا هنا لوجيكمون 3 زيرو اوبتوني خصو يكون في كلاس 7. هذا هو لوجيكمون يعني اوبتوني هنا خصو يكون في كلاس 7 هما داروه في كلاس 6 لكن قالوا لنا ان اي كونط تيكون فيه الاخر ديالو نفس تيدخل بالموان. اذا واخا كاين هذا الكونط في كلاس 6 فاش غنجيو نحسبو لي شارج ديالنا غينقص من لي شارج ما يخرجش مع لي شارج واخا هو كاين في كلاس 6. اذا في كلاس 6 اي كونت في كلاس 6 ولا في كلاس 7 النيميرو ديال لو شيفر لو ديرني شيفر ديال الكونت 9 سعود تيدخل بلو موان في السي بي سي. اذا هذا واخا شارج لكن فاش غنجي غنحطو مع لي شارج في السي بي سي غنحطو بلا سين موان غينقص حيت هو ماشي فغي شارج هما دايرينو هنا باش يبان لنا انه تيكون غير الفاكتور avoir. Et de la fin de 3 heures, tu connais une facture avoir. Un compte 3 heures obtenu ou 3 heures accordé, tu connais une facture avoir. Un deuxième GA. Mais GA quoi? Elle est basée dans le règlement par chèque. Lorsque nous marquons le retour de marchandises, le cas de retour de marchandises, tu te bases sur un app, pas que notre personnage, il y a l'achat ou la vente d'être à crédit. Mais je prends double compte fournisseur. C'est-à-dire qu'il y a un environnement à crédit. لكن هنا ما كتبينش ريغلومون بار شيك. لكن هنا باش درنا غنحاول نصلحها دابا ونقول لك هنا بون غيجي فورنيسور وهنا عاوتاني غيجي فورنيسور حيت ديما ريغلومون تجي هي اخر حاجه حنا كنعني نديرو هنا اكريدي باش نبقاو نتوازنوا على الفورنيسور. يجي دابا عندو كريدي رجعنا ليه السلعه ديالو ديك الكريدي الغاز اللي بقات تسالنا هو انا نقصنا عليه الغابي. اذا هنا كان يكون فورنيسور فورنيسور لكن خدمناها بالبون صوتي دار كونت بون بون تبازينا على ليكريتور نورمال. لكن هي خاصها تكون هنا لو كونت فورنيسور هنا لو كونت فورنيسور ستادير تكون في الاولى اشهر ماركشانديز اكريدي مزيان. هذا من جهه. اذا هذا شي لو فورنيس لو كليون. الكليون هذا هو ليكريتور اللي غادي يدير. نقدروا نشوفوا حتى ليكريتور اللي غادي يدير الفورنيسور. الفورنيسور هنا غادي يعدو فونت مزيان نمسح هادو وندير ليكريتور اللي غادي يدير الفورنيسور. نفترض انها كانت اكريدي مثل هنا دابا نصحوها نديرو اكريدي. اذا مبقاش عندنا واحد لو ريغلومون هنا غنخدمو دابا باش لو كونت كليون شي. اذا هنا شي
le fournisseur. Le fournisseur, je m'en ai sort du journal. Fournisseur, il dose le vente et donne son compte client à Oul Haja. Il a une vente à crédit. Donc, client, tout le monde aurait dit escompte accordé. Il a une vente. On dit une vente marchandise. TVA. Facturé. A dit l'opération de facture doit gagner le 5. Le 5, 6. Le client est montant TTC les rois 9849,6. On est montant les rois 342. Votre marchandise est montant des dettes commerciales les rois 8550. Au TVA facturé, tu as tout le monde dans le TVA, il y a 1641,6. 1641,6. Numéro de compte, on a un client 34,21. L'escompte accordé 63,86. Vente 71,11. TVA facturé 44,55. Deuxième, en cas de facture à voir, il y a le 9. 6, tu n'auras du 9, 9, 6, tu auras du l'inverse de l'écriture, la contrepassation. Qu'est-ce que c'est l'écriture? Un demi-dit le compte vente marchandise et le compte TVA facturé. En crédit le compte client pour solder ce compte et escompte accordé. Les montants les rendus et les factures à voir. Vente de la net commerciale, les factures à voir, les rois 950. TVA, le montant de TVA, les rois 182,4. Le client, le montant de TTC, les rois 1914. 1094 avec 1914,4. L'escompte est remonté, l'escompte est 38. Mouzien, ne pas tenir la facture, on a bien rabais. Fadihad Ali, le fournisseur, on est accordé, rabais. Et bien, tu vois, il y a 3 heures accordées. 3 heures accordées. Et quoi, il y en a 3 heures accordées. 3 heures accordées, autre côté, c'est une TVA facturée, mais c'est soldat. Et c'est toujours un TVA, TVA facturée. 3 heures accordées, 380, TVA 76, le compte crédit, le compte client, mais c'est soldat, le compte client, montant d'y est 456. Les numéros de compte, 71,11,44,55,34,21. L'escompte accordé 63,86. 3 heures accordées qui est classe 7. 71,19. Wahamma classe 3 heures accordées. Tchernioulina al-Masarif, la charge, tu me connais classe 10 charge, la qui est 9 classe 10 produits. Qui m'a chenna? Chez le client, je suis là 61,19. Ou le client qui fera 19. Et de notre compte, il trouve là les produits, mais qu'il trouve le moins. TVA 44,55 et client 34,21. Et de notre, les 3 heures accordées, 3 heures obtenues, pour comptable, l'oubli. 3 heures obtenues, Roma, nature d'yeux, donc, enfin, nature d'yeux, produit, mais qui fait pour tenter les charges. ودلنا في الاخر ديالهم رقم 9 وداك الرقم 9 كيعني لي في بلون كونطاب ان الكونط هذا في السي بي سي يدخل بلو موا يعني واخا حيت كان في شارج فاش غنجيو في السي بي سي غادي نقصوا لي شارج حيت هما ماشي فري شارج كذلك لي برودوي 3 زير اكوردي فهما 3 زير اكوردي ناتور ديالهم فري ناتور هما شارج لكن حطوا لنا في البرودوي في كلاس 7
وحتى نتبخر ديالهم تسعود باش يقول لنا هذا رف. فاش تجيو تحطوا لي برودوي ديالكم في السي بي سي حطوا هذا الكونت هذا، لكن دخلوه بلا سين موان نقصوه، حيت تسعود في الاخر نقصوه حيت ماشي فغي برودوي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. اي سؤال عندكم سواء تراسلوا لنا في الصفحه ديالنا في الفيسبوك ولا في الجروب. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات تفرجي سو اكاديمي، يمكن لك تابون معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيون او لاباج ديالنا فورجيسيون اكاديمي باش تشوف اخر اعمال ديال فورجيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.